من بيروت ينضم معنا مدير المركز الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد نوفل الضو. سيد نوفل، أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. رغم هذا التنصل من حسن نصر الله في خطابه عن عملية طوفان أو ما جرى في غزة وفي الأراضي وفي المستوطنات أيضا منذ 7 من أكتوبر، رغم ذلك التهديد الإسرائيلي لا يزال مستمرا، وهذه المرة على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي. هل الهدف هو تخفيف الضغط الإسرائيلي على الحدود اللبنانية من خلال هذه اللهجة وهذا الخطاب وهذه النبرة من حزب الله؟ مساء الخير. أولا يعني لكي نتمكن من فهم ما يجري على الساحة الفلسطينية وعلى الساحة اللبنانية علينا أن نضع الأمور في نصابها السياسي والجيوسياسي. عمليا حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن والفصائل العراقية الموالية لإيران ولواء فاطميون وإلى ما هنالك كلها أذرع تعمل للمشروع الإيراني في المنطقة، وبالتالي فإن ما تتعرض له غزة في هذه الأيام وموقف غزة وموقف حماس مما يجري في غزة لا علاقة له لا بالمصلحة الفلسطينية، كما أن موقف حزب الله لا علاقة له بالمصلحة اللبنانية. بالدرجة الأولى، ما تشهده وبكل أسف ما تشهده غزة هذه الأيام لا يصب في مصلحة إقامة الدولة الفلسطينية أو في مصلحة الحل العقلاني القائم على منطق الدولتين، وإنما بكل أسف يريدون تحويل غزة إلى ورقة من الأوراق التي تستخدمها إيران في المفاوضات مع الغرب سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا من أجل ملف النووي. وبالدرجة الثانية يريدون استخدام غزة كما سبق أن استخدموا لبنان وسوريا والعراق واليمن من أجل توسيع المشروع الإيراني وتصدير الثورة. ثالثا وبكل أسف أيضا، إذا كان هناك من شق فلسطيني فيما تشهده غزة هذه الأيام فهو شق ضرب السلطة الوطنية الفلسطينية وأضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية لمصلحة حركة حماس ومرجعيتها الإيرانية الإقليمية على مستوى المنطقة، تماما كما حدث في حرب 2006 عندما خاض حزب الله معركته مع إسرائيل ليعود ويرتد إلى الداخل اللبناني ويعلن انتصارا لم يكن انتصار إلا على الشعب اللبناني. احتل بيروت، ذهبنا إلى الدوحة، انتزع الثلث المعطل في الحكومة، عطل عمل الحكومة، عطل انتخابات رئاسة الجمهورية، فرض الرئيس الذي يريده، فرض قانون الانتخاب الذي يريده، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في لبنان. أخشى ما أخشى في هذه المرحلة أن تنتهي الحرب في غزة ويعلن الإيرانيون أن أضيفوا فلسطين إلى لائحة الدول الأربعة التي تسيطر عليها إيران. هذه هي الخطورة فيما يجري، وأعتقد أن أي مقاربة للحل في هذه المرحلة بطبيعة الحال الموضوع الإنساني، موضوع الهمجية الإسرائيلية، موضوع الوحشية، لكن قبل أن نتجاوز يعني يجب ما جرى بين إسرائيل وحزب الله وتحديدا الاجتياح الإسرائيلي، إذا كنت تسمعني سيد نوفل، يعني أشرت إلى حرب 2006. في ذلك الحين كان حزب الله يعني ربما تكون السعودية الدولة الوحيدة في ذلك الحين التي حذرت حزب الله من هذه الممارسات التي ستعود أو يعود أثرها على الداخل اللبناني، وهذا ما جرى فعلا. الآن الوضع مختلف، الجميع يحذر من تداعيات يعني أي تداعيات قد يقوم بها حزب الله تجاه إسرائيل في الداخل اللبناني، ذلك نتيجة العلاقات السياسية اللبنانية مع دول المنطقة خصوصا الدول العربية التي دمرتها ميليشيا حزب الله، وبالتالي أدركت الميليشيا الآن خطورة ما تقوم به بعد أن فقدت كل الأوراق التي كانت تستخدمها سابقا. الله يبشرك بالخير إذا كان هذا الموضوع صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه ميليشيا أيديولوجية صاحبة مشروع أيديولوجي ديني بهذا الشكل لا يمكن أن يقنعها المنطق، وبالتالي هي ميليشيا مهمتها ووظيفتها تصدير الثورة الإيرانية إلى لبنان وتصدير الثورة الخمينية في الوقت الحاضر إلى سوريا ومحاولات التغيير الديموغرافي، محاولات وضع اليد على القرار السياسي، محاولات تدمير السلطات الشرعية في الدول التي تصل إليها، وبالإضافة إلى ذلك تدريب العراقيين وتدريب الحوثيين في اليمن وتدريب حركة حماس في الأراضي الفلسطينية. المشكلة القائمة الآن
أن بكل أسف اسمع تفرح جرب تحزن، يقولون بأنهم يعني يحافظون على المصلحة العربية ويحافظون على حقوق العرب سواء في لبنان أو في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، في حين أنه بكل أسف كل هدفهم هو المشروع الإيراني وأضعاف الحركة العربية في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعتقد بأنه في هذه المرحلة يعني الحل الوحيد المتاح هو المشروع العربي للسلام. علينا أن نتحلى بالجرأة الكافية ونقول بأنه كل ما نشهده في غزة هذه الأيام لا يمكن أن يحل تماما كما ما تشهده الدول العربية المأزومة إلا بالمشروع العربي للسلام الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي طرحته المملكة العربية السعودية منذ زمن، منذ أيام المغفور له الملك عبد الله في بيروت وقمة بيروت طرح حل الدولتين وصولا إلى ما قاله صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل فترة عن ضرورة الالتزام بحل الدولتين. وبالتالي هناك موقف ثابت من الدول العربية، وليس صحيحا أن الموقف الدبلوماسي لا يفيد. اليوم هناك عروبة جديدة، اليوم هناك منطق عربي جديد لا علاقة له بمنطق الأيديولوجيات، له علاقة بمنطق الفكر، بمنطق علم السياسة. هذا المنطق يعمل على بناء شراكات ثابتة ومتينة مع دول القرار سواء في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذا الحركة الدبلوماسي سيد نوفل الذي أشرت إليه، دعنا يعني نأخذه أيضا في إطار ما تقوم به الدولة اللبنانية حاليا. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدأ حركة دبلوماسية الأسبوع الماضي، انتهى بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، بلقاء الرئيس المصري، من المنتظر أيضا أن يختتم هذا الأسبوع كذلك بحضور القمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة. ما الهدف الرئيسي من كل هذه التحركات الدبلوماسية للسيد نجيب ميقاتي؟ هل تدحرج يعني التوترات الأمنية تجاه لبنان؟ هذا ما تخشاه لبنان، ما تخشاه الحكومة اللبنانية؟ بطبيعة الحال كل اللبنانيين يخشون مثل هذه التداعيات في حال حصلت، ولكن أنا أعتقد أنه هناك قصور كبير على مستوى الدولة اللبنانية والحكومة في لبنان في التعاطي مع هذا الموضوع. نحن لا يجب أن نعمل كدفاع مدني أو أن نعمل كسلطة سياسية، أن نعمل كهلال أحمر أو كصليب أحمر في هذه المرحلة. المطلوب موقف رسمي واضح وصريح يجعل لبنان متموضعا في قلب المشروع العربي. هذا الموضوع الذي له علاقة بوقف النار ومنع التفجير وإلى ما هنالك لا يفيد بشيء. المشكلة المطروحة مشكلة استراتيجية كبرى لها علاقة بموقع لبنان الطبيعي، لها علاقة بموقع الفلسطينيين، بموقع السوريين، بموقع العراقيين وبموقع اليمنيين. هل نكون جزءا من المشروع العربي أو يعني نترك الأمور كسلطات رسمية إلى قوى الأمر الواقع والأذرع الإيرانية لتقرر ونذهب نحن لنعمل رجال إطفاء ومحاولة يعني منع التدحرج ومنع التدحرج الأمني أو منع الانهيار الأمني في لبنان؟ المشكلة ليست فقط مشكلة أمنية، المشكلة هي سياسية في أساسها. علينا أن نعالج المشكلة السياسية، علينا أن نقول بصراحة لحزب الله بأننا لا يعني لا نوافق بأي شكل من الأشكال على كل ما يقوم به، وأن نقول له بأنه هو الذي يتسبب في هذه المعارك. ليس أيضا هذا لا يعني من إسرائيل كذلك أنه أمين عام يعني حزب الله كذلك في خطابه أغفل دور الدولة اللبنانية بالكامل، تحديدا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كان الحزب يصر سابقا على أن تدرج في صلب البيانات الوزارية، هو لم يتعرض لها مطلقا في هذا الخطاب. سيدي هو وضع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ليلغي دور الشعب ودور الجيش وليتمكن من خلال الأمر الواقع الذي يفرضه ومن خلال سلاحه على إضعاف موقع الدولة اللبنانية بما تمثله من سلطات ومن مؤسسات دستورية ومن مؤسسات شرعية. وبالتالي انكشف الموضوع بالأمس واضح، وقلتها منذ البداية، أي مقاربة للمشكلة في لبنان، أي مقاربة للمشكلة في فلسطين وفي الدول العربية المأزومة إن لم تكن من خلفية الدور الإيراني الذي يسعى إلى إلغاء دور السلطات المحلية الشرعية والدستورية في الدول التي تتدخل فيها، أعتقد أنها تكون مقاربة خاطئة أو على الأقل وفي أحسن الأحوال مقاربة لمعالجة الذيول والنتائج وليس مقاربة لمعالجة الأسباب ووضع حد لهذه الأسباب بشكل نهائي. ليس المطلوب في هذه المرحلة أن نعالج الظواهر، أن نعالج التداعيات، المطلوب
أن نعالج المشكلة من أساسها، والمشكلة من أساسها هي رفض محاولة إيران وضع اليد على القرارات السياسية والعسكرية واستراتيجية للدولة اللبنانية، وأن يعود اللبنانيون إلى مواجهة حزب الله عوضا أن يقوموا بالتسويات السياسية معه، أن يواجهوه بالسياسة وبالدبلوماسية ويقولوا نحن جزء من المشروع العربي، هذا الموضوع حيدوا لبنان ولا تجعلوا لبنان في موقع الفريق وإلى ما هنالك، عندما يكون هناك مشكلة عربية نحن جزء من الدول من الدول العربية ومن المشروع العربي. الموضوع ليس موضوع خاضع للمساومة بأي شكل من الأشكال، وأي مساومة في هذا الاتجاه يعني أننا نساهم في ضرب الدولة اللبنانية ومنطق الدولة اللبنانية. من بيروت مدير المركز الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد نوفل ضو، شكرا جزيلا لك.